يعني انا شايف يعني مثلا طبعا يعني ما ينفعش تعمل بأسر رجل، لازم قبلها سنة تقول ايه، تكون قايل انك هتعمل السنة مزبوط. اللي جاية هيهبط كده وينزل كده. حضرتك شايف ايه بتقول بتاع. انا شايف ايه، انا شايف ده حل من الحلول المهمة، وهو تقليل عدد أندية الدوري طبعا، عشان ما يبقاش كل سنة او سنتين موجودين في المشهد ده. حلو، ايوه انا احب اسمع افكارك حتى وان كانت غير قابلة للتنفيذ. هي طبعا فيها صعوبة ضغوط الأندية طبعا، لكن انت تيجي في موسم تقول هنزل 5 من 18 هتلاقي مقاومة من الأندية طبعا. طبعا. ايه التصور الثالث الدوري قبل ما اللي هو التصور العادي بتاعنا، الدوري زي ما هو زي ما هو، وده ينفع؟ ده التصور بتاعنا. انا بحكي لحضرتك بقى، بس تعال نشوف ايه اللي اجبرك او ايه اللي اضطرك للموسم اللي فات. يلا، زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا ارتباطات المنتخب اللي بيحط جدول بتعمل في الفراغات ديت. تمام. فمثال يجي هنا جولة أفريقية يوم واحد أو اثنين أو ثلاثة، ودي مشكلة برضه بتقابلني في الاتحاد الأفريقي. ان قبلها بيقول لك احد ايام واحد واثنين وثلاثة، طب مظبوط، جمعة وسبت والاحد. انت بتحط الجدول انت مش عارف الاندية بتاعتك الاربعة هيلعبوا جمعة ولا سبت ولا حد، فلو حطيت ماتش يوم اربعة باعتبار انه هيلعب حد بيتحط لك ماتش الافريقي يوم الجمعة، فبتضطر تأجل ماتش الاربعة، بتضطر تأجل، تبقى مش عارف عدد المؤجلات، مفهوم، اللي هتحصل لك ايه. فبالتالي بتعمل ايه؟ بتعمل مشكلة بقى. كويس. يمكن الموسم اللي فات كتبت احد يومي الثلاث او الاربع عشان يلعب كده يلعب كده يلعب كده، مظبوط، يلعب كده، وعملنا اللائحه. ده حل كويس. بيلعب. وبعدين ساعدك الحل ده، لقيت انه ليه نتيجه 50%. 50% لان الاتحاد الافريقي للاسف ما بينسقش مع الاتحاد ولا الرابطه على مواعيد الانديه المصريه. منه للنادي، فالنادي بيحط الميعاد اللي يريحه هو. هل النادي احيانا بيبقى متعمد يختار اليوم اللي هيخلي اختياره لليوم ده يأجل له ماتش في الدوري؟ ممكن. ممكن. هي والله اعلم طبعا، بس ممكن. لو فكر في مصلحته هو طبعا ممكن. مفهوم مفهوم. لان هو لو اول مباراه بيلعبها يوم سبت او حد. حصلت لك السنه دي؟ حصل. اختيارات انديه مصريه اليوم ادى الى تاجيل مباريات. لا انا ما اعرفش بناء على ايه. بس حصلت ان تلعب سبت. ما نعمل جمعه بعدها. بره. تمام. عاملين اللائحه لو تلعب في مصر تلعب على ثلاث يوم. مظبوط. يعني لعبت جمعه يبقى سبت حد تلعب الاثنين. تمام. وتسافر تلعب ثلاث اربع خميس جمعه، يبقى حلو لو اقرب يوم. ماشي. يبقى على اربع ايام. ها. انما يوم سبت بعدين يوم جمعه مش هتعرف تلعب في النص. خاصه لو لعبت السبت ده بره. يبقى هتلعب هنا على ثلاث يوم، حد اثنين ثلاث اربع. مظبوط. فتيجي هنا تلعب الجمعه، الجمعه ما بقاش ينفع. يبقى مش ينفع. ودي حصلت مرتين. حصلت مرتين. مع مين؟ حصل مع بيراميدز مره. بيراميدز مره. ومع الاهلي مره. فحصلت مرتين، ومع الزمالك كان في الموضوع بتاع فيوتشر، كان هيلعب هو وفيوتشر، وبعدين فيوتشر المباراه بتاعته اتاجلت وما يلعبوا بعض في اسبوع واحد. مظبوط. والزمالك عنده ماتش محلي بين الماتشين. بين الماتشين. اجلت للزمالك بلا لائحه. صح؟ في الواقع دي ليه؟ عشان يبقى في تكافؤ فرص بينه وبين فيوتشر. هل مضطر تعمل كده؟ وعلشان ان هو كده كده انا عدد الماتشات مش هيخلي الجدول. لان كده كده الاهلي عنده مؤخرات اكتر. ده كان شعور منك بانه دي العداله ولا رضوخا لحمله اتعملت زملكاويه ساعتها؟ ما كانش في حمله اتعملت ولا حاجه. ما كانش فيه ساعتها. لا ما كانش فيه حمله. استشعرت ضروره تاجيل المباراه للكفاءه، التكافؤ بين الناديين. وما ضركش ناديين من مصر؟ لا ما ضرنيش حاجه. ما ضركش. لان انت بتاخد على النادي اللي عنده اكبر عدد من المباريات. لكن بقى في نظر الناس تاجيل، يعني تاجيل حضرتك برضو. لما بتاجل مباراه هنا بتاجل جوله، بتاخد نفس مظبوط، انما كده كده انت عندك جولات هتحصل. مظبوط. وانا برضو مش عايز ابعد المسافه قوي بين الفرق والفرق، بين الفرق، خاصه عملت المتوقع ان هي منافسه عملت بقى خلاص. يعني ما انا بقول لحضرتك ان الدوري ده كان ممكن يخلص من بدري. لو سبت النادي الاهلي كنت ممكن تخلص في شهر 5 شهر 6. ما كانش في حل لموضوع النادي الاهلي ده يا كابتن عامر؟ قدام حضرتك انا اجيب لك المواعيد ومواعيد الماتشات اللي لعبها الاهلي. نكمل 61 مباراه. هقول لك لحضرتك الحسبه. كويس. فهنا لما جه هنا مباراه الانديه الافريقيه بتلعب. عندك اجنده دوليه من يوم 9. الاجنده كام؟ واحد او اثنين او ثلاثه. بنتكلم هنا على شهر اكتوبر على فكره أندية. يا جماعه شهر اكتوبر. فكان في مباراه من كاس مصر اللي فات لعبناها هنا يوم 6 عشان ان الاجنده يوم 9. تمام. كويس. فدخلت على ايه هنا بقى المشكله. أيوة. الكبيره هنا بقى الاجنده الدوليه من 9 ل 17 اكتوبر عشان ترجع تلعب دوري
تلعب بعد الاجنده بيومين. تمام. فاحنا المفروض نبدا يوم 20. طلع لنا الدوري الافريقي؟ طلع السوبر الافريقي. من يوم كام؟ 20/10 ل 11/11. عرفنا امتى انه في يوم من 20/10 بعد الجدول ما اتحط. بعد الجدول ما اتحط. ايه رد فعلك ساعتها؟ عملت ايه؟ وهل فعلا الكاف كان مشترط انه الانديه اللي بتشارك في الدوري الافريقي ما ينفعش تلعب دوري محلي في وقتها؟ ما هو طبيعي مش هيعرف لان هو بيلعب كل اربع ايام. ايوه طبيعي. لكن هل كان مشترط؟ لان كان في معلومه اتقالت انه مشترط. لا 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 ما كانش في شرط. لا لا بس هو طبيعي ان هو محدد الفتره ديت عاملها كلها في 20 يوم. مفهوم. 8 فرق مفهوم. فانت بتسافر وتروح وتيجي فبقى صعب جدا ان يتلعب في النص. مستحيل مستحيل. فهنا جاء السوبر الافريقي. لما نيجي هنا للنادي الاهلي مثلا الاجنده الدوليه يبقى اخر حاجه لعبناها هنا الكاس يوم 6 اكتوبر. تمام. الاجنده من 9 ل 17. الدوري الافريقي من يوم 20 ل 11 11. بعد الدوري الافريقي دخل كاس العالم للانديه. صح؟ مظبوط. وبعدها اجنده دوليه ثانيه مصر وجيبوتي سيريليون ومصر. تيجي بعد كده لا هنا ما كانش كاس العالم للانديه في شهر 12. شهر 12 كاس العالم للانديه هنا كان هنا الدوري الافريقي لغايه يوم 11. مظبوط. الاجنده 11. دخلت يوم 13 على طول. ايوه. الاجنده الدوليه مظبوط. مباراتين مصر وجيبوتي وسيريليون. فاكر انا ساعتها كان في قلق انه هيحصل الصدام. تعرض الصدام هنا. مظبوط. فبقى شهر نوفمبر ده كله مش موجود عندك. ما عندكش دوري. ما بتلعبش فيه. كنت ساعتها بتلعب بقى دوري فرق ثانيه مع بعض؟ بلعب فرق ثانيه بس مطول المده. يعني الجوله 6 الجوله 6 يوم 4 نوفمبر و7 يوم 29. بعد المنتخب وبعد السوبر وبعد بقى اللي هي الدوري الافريقي. الدوري الافريقي. وحطينا ماتش مباراه لكاس مصر. فشهر 11 يعتبر مش موجود معاك. كان عندكم قبل كده فكره اعتقد في وجودك انه الانديه اللي عايز تلعب بره ليها بطوله تانية جنب دوري جنب البطوله القاريه؟ اتعملت علشان ما يلعبش اتحاد افريقي واتحاد عربي.